حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتميزة ومتنوعة كالعادة من برنامجكم اليومي المباشر. سيدتي أقدم لكم هذه الحلقة أنا ريم مع زميلتي مها. هلا وسهلا مها. هلا وسهلا ريم، مساك الله بالخير أكيد، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. حلقة متجددة من برنامجكم برنامج سيدتي، وكالعادة أنتم على موعد مع ضيوف ومواضيع مختلفة. بالفعل مها، خلينا نشوف مع المشاهدين أبرز العناوين لحلقتنا لليوم. شغف زوجين يجتمع في مشروع يختص في ألعاب تعليمية للأطفال. ما أهم التوجهات الجديدة في توظيف واستقطاب المواهب في المملكة. ذكرياتنا وما حقيقة استمرارها معنا مع تقدمنا بالعمر. إقبال الشباب السعودي على مجال تصميم الأزياء، فما هي أبرز التحديات والفرص؟ في بداية جولتنا الإخبارية، مجلس شؤون الأسرة أكد أن 13% من السعوديين يسعون لتلقي العلاج النفسي، وذكر أن أبرز الحالات النفسية التي يتم تشخيصها هي الاكتئاب والرهاب الاجتماعي. جميل جدا، الاعتراف بالمشكلة هو جزء من حل هذه المشكلة. صحيح. أنك تعترف بالمشكلة، أنا لدي المشكلة، إذن أنا أحتاج مساعدة، إذن تتجه إلى الشخص المناسب عشان تعالج هذه المشكلة اللي بتعاني منها. يعني يمكن دائما كانت قضيتنا أنه الناس أو بعض الأشخاص خصوصا الرجال ما يحبون يعترفون في هذه المشاكل خصوصا النفسية. يقول لك أنا رجال، أنا كيف؟ وبشكل عام المجتمع يمكن أول من زمان نتكلم، مو الآن، الآن يمكن أختلف الوضع، لكن أول كانوا يقولون أنه عيب أروح عند طبيب مثلا نفسي، أو إيش يقولون الناس، أو أنا كيف؟ يعني حتى الناس، يعني البعض اللي كانوا يروحون يعالجون عند أطباء نفسيين كانوا يروحون في السر أو في الخفا، ما يقولون لحد. فالحمد لله، يعني بالعكس مشكورين مجلس شؤون الأسرة أنهم طلعوا هذه النسبة، ممكن تشجع الغير أنه صحيح. يتشجع ويروح ويسوي هذه التحاليل أو يروح يقابل مختص ويحكي معاه في المشاكل النفسية. فبالعكس يعني هذا خبر مبشر بالخير يا ريم. بالفعل مها، وأيضا عندنا خبر آخر جميل، اللاعبات المنتخب السعودي للدراجات نجحنا في اعتلاء منصة التتويج بنتائج مشرفة خلال منافسات البطولة العربية 11 للمضمار التي استضافتها جمهورية مصر العربية على مضمار القاهرة الدولي. كان أداء بنات الوطن كالعادة مشرف ومتميز، أدى إلى حصولهم على عدة ميداليات. شايفة الصور يا مها؟ نعم. يعني الصور زي ما يقولوا الصورة تتحدث. صحيح. لما نشوف كده بناتنا في إنجاز جديد ومختلف عن السابق، يعني إحنا بنقول هذا التخصص الرياضي غير عن مثلا الأشياء اللي كانوا بيسووا، غير عن الجري مثلا. اليوم صرنا نشوف الدرجات، هذا السباق الصعب اللي يشارك في الأولمبياد العالمية وفي مسابقات وبطولات عالمية، هذه هي الخطوة الأولى. وضعوا يعني أقدامهم على المنصة الصح والطريق الصح، وهذه مجرد البداية. يعني أنا سعيدة جدا جدا ببناتنا. احنا سعيدين كلنا، وكمان خليني بقول لك على إنجاز أنت والمشاهدين يا ريم، إنجاز رياضي آخر أطلقت وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم مشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنات في مختلف محافظات ومدن المملكة. وأتت هذه الخطوة كجزء من تطوير منظومة كرة القدم النسائية لصناعة جيل يحقق الإنجازات وبناء مستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في المملكة. دوري كرة القدم للمدارس للبنات، هذا شيء مرة جميل، وهذا شيء رح يورينا بعد كده أسماء تتميز في هذه البطولات. صح. اللي ممكن تكون في المستقبل من ضمن المنتخب السعودي، من ضمن الفرق الكبرى، النوادي الكبرى في السعودية. أنا دائما أقول نحتاج دائما هناك التشجيع والتنافس بين المدارس، حتى إعلاميا أقول أنه نحتاج برنامج يكون فيه تنافس بين المدارس، دوري بين المدارس أو تحديات بين المدارس بثقافة عامة، رياضيات، تاريخ وهكذا. هذا الشيء بيديهم تشجيع رائع جدا ودافعية، ويخليهم يعزز علاقاتهم الاجتماعية. أكيد. ويقوي من شخصياتهم ومن
ثقتهم بالنفس، فهذه بداية موفقة. ممكن يتطور، مو ممكن لا أكيد راح يتطور الموضوع. يمكن أمس شفنا حفل الهلال طبعاً لكرة القدم للسيدات أو صحيح. للبنات، واللي كان طبعاً بدعم من مؤسسة الوليد الإنسانية، كان حفل جميل، كان حضور جميل، كان حماس في عيون البنات. حلو هذا الاهتمام، وحلو أنه إحنا نبدأ من سن صغير، فلما تبدين في المدرسة لما تكبر وتطلع من المدرسة أو تتخرج من المدرسة راح يكون لها مكان، وراح يكون عندها خبرة وعندها الأساسيات اللي تحتاجها عشان تنضم للهلال أو النصر أو أي فريق خلنا نقول كرة للسيدات على مستوى المملكة. فإحنا فعلا جدا فخورين في بناتنا ومبسوطين فيهم، وهذا خبر جدا سعيد للأمانة. خلينا أخذك إلى خبر فني جديد. بعد مشاركة الفنان السعودي عايض في أمسية الأمير عبد الرحمن بن مساعد، فاجأ الجمهور بغنائه أغنية مذهلة للفنان محمد عبده، وهي من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد. خلينا نتابع. وبعد الحفل طبعا تعرض الفنان عايض لهجوم قاسي جدا بعد أدائه هذه الأغنية الفنان العرب، ولكن ردا على هذا الهجوم والتفاعل الكبير نشر الفنان محمد عبده مقطع عبر حسابه على تويتر، وجه فيه رسالة العايض. خلونا نشوف. حبيبي عايض، أحسنت أحسنت أحسنت، حقيقة كنت رائع، صوتك سليم، أدائك سليم، صوتك جميل، إحساسك جميل، ولا يهمك، لا ترجم إلا شجر المثمرة. أنت ستتعلم، سوف تعلم في وقتك وجيلك، تصبح من الفنانين الكبار. أنت الآن كبير وحتكبر أكثر. الله. طبعا يا مها، هذا الرد يعني الكثير للفنان عايض، خصوصا انه من فنان العرب. وعلق عايض على هذا الفيديو بتغريده عبر حسابه في تويتر: اعلم علم اليقين انك الفنان الاشمل والاعظم في فننا، والان اعلم ان انسانيتك وكرم اخلاقك يوازي ويفوق عظمه فنك التي لا يفوقها شيء. يعني انسان راقي جدا، وانسان راقي كلهم. أنا للأمانة طبعاً أكيد أبو نورة يعني ما في أحد يختلف عليه، يعني أكيد نوجه له تحية. أبو نورة فنان وفنان العرب وسيظل فنان العرب للأبد. عايض راقي، عايض ترى دائماً راقي، يعني في رده، في أسلوبه، في ابتسامته، في حضوره، بتعامله مع الناس. للأمانة مو بعشان أنا أحب هذا الفنان وأحب فنه، حتى على المستوى خلينا نقول الأسلوب، الشخصية مع الناس، تفاعله مع الناس، يعني للأمانة حبيت تغريدة أبو نورة، حبيت الفيديو هذا الجميل، واللي فعلاً يمكن جبر خاطر عايض، لأنه يمكن شفنا كلنا الهجوم ما كان له داعي. الهجوم اللي حصل على الفنان عايض ما كان له أي داعي، وللأمانة هجوم سخيف، وهجوم من ناس سخيفة وناس سطحية وناس يعني ما عندها شيء، تبي كل اللي تبي تسوي تسوي شوشرة، وكل اللي تبي تسوي إنها تحطم في غيرها وتكسر مجاديف غيرها عشان هي تعيش. واللي عايشين عليه، وإحنا نعرف هذول الحسابات ونعرف مين يعني بالضبط اللي بدأ هذه خلنا نقول الزوبعة، شكرا لك، أو هذا الكلام اللي ما له داعي، هم كذا. يعني أنا أقول لعايض يعني للأمانة لا تزعل ولا يضيق صدرك، جمهورك راح يظل يحبك ويحترمك ويحب فنك اللي انت تقدمه، لكن هذول الناس كل اللي تسويه عايشة على إهانة غيرها، أو عايشة على يعني حزن غيرها، أو يعني نقاط ضعف غيرها، دائما يتصيدون على قولتهم، يصطادون في الموية العكرة وعادي. هذا بالعكس، يعني الناجح دائما محارب. فهذه الأمانة الرسالة أنا حبيت أوجهها، وأنا أعتقد يعني كثير ناس يمكن قالوا نفس الكلام، وكثير ناس يشعرون نفس الشعور اتجاه الفنان عايض. والله عايض أبدع
صراحة يعني على المسرح وفاجأنا جميعا. لكن هناك فئة من الناس وهذا موجودة في كل العالم طبيعي. لا يتقبلوا إنهم إنه يكون فنان من الجيل الجديد يغني أغاني كلاسيكية للعظماء زي عبد الحليم أو أم كلثوم وغيره, هو أيضا الفنان محمد عبده. ففي هذه الفئة اللي لا تتقبل خلاص هذه أغنية طلال مداح تفضل لطلال مداح أرجوكم, هذه محمد عبده ما حد يغني غيره. لا بس حلو إنه يكون عندنا هذا الانفتاح وهذا التقبل. هناك في جيل جديد مبدع ورائع وعنده إمكانيات عظيمة. صح. موجود الآن صار الواحد يخاف أي كلمة يقولها حتى لو كلام عادي على الشاشة أو على التويتر أو على أي كلام. لازم في الفئة اللي تجيك المتنمرين لأي سبب من الأسباب, ممكن يتركوا الجوهر ويتركوا الشيء الأساسي ويعلقوا تعليقات سخيفة على أي أشياء تانية, ومن هذه الأشياء التانية تصير ترند وتصير هي حديث الناس يعني. فإحنا كل التحية والتقدير للفنان عايد والفنان محمد عبده والشاعر عبد الرحمن بن مساعد لاختياره طبعا عايد, وأكيد هذا الاختيار كان في محله. لازم نثق في الكوادر الوطنية وفي شبابنا وفي الجيل الجديد ونعطيهم هذه الفرصة. صحيح أتفق معك. طبعا إحنا وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية اليوم, لكن اختتمت مسرحية هما للراحل غازي القصيبي عروضها بعد 4 أيام تكللت بالنجاح والتفاعل الكبير ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب. طبعا المميز مشاهدينا بالنسبة لنا إحنا كأسرة سيدتي إنه هذه المسرحية كانت سبب عودة زميلتنا ريم اليوم بعد غياب. طبعا ريم شاركت في هذه المسرحية بدور مميز أبدعت وتألقت فيه. طبعا قبل ما نعرف عن تجربتك ونبي نسمع تجربتك ريم, خلينا نشوف التقرير واللي أعدته لنا زميلتنا عهود نفيعي. مسرحيتنا مسرحية هما, طبعا مسرحية هما هي مسرحية للكاتب والأديب النابغة الدكتور غازي القصيبي الله يرحمه. طبعا أنا كان في السنوات السابقة كل اهتمامي بالتلفزيون في الأعمال التلفزيونية, وكنت أقدر أقول لكم أني متعمدة الغياب عن المسرح أمانة. كنت أنتظر النص اللي يستفزني أنا كممثلة. فأول ما جاء نص الدكتور غازي القصيبي أول ما قرأت فبالنسبة لي كان ممتع جدا أني أشتغل المسرحية باللغة العربية رغم أن الوقت ضيق, لكن الحمد لله رب العالمين كلنا فخر لأنه بالنهاية هذا مسرحنا هذا مسؤوليتنا إحنا. فأكيد هذا الشيء كان يعني لنا الكثير أن إحنا نكون قد هذه التجربة. انك توصل مستوى تلعب شخصية هو في تأليف للدكتور غازي القصيبي ايضا مع فنان مثل ميم محسن واعجاب انا مصدوم منه من الجمهور, هذا كله قاعد يخليني اشيل هم الخطوة القادمة. لكن باذن الله تعالى سبحانه انا امالي كلها معلقها بالله ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. المسرح جو وفريق العمل, اكون صادق انا اسحب طاقتي وباوري في العمل من الفريق الفني قبل من فريق الممثلين. الباكستيج كثير قاعد يعطوني باور في العرض اكثر, انا اشيل هم الباكستيج اكثر من الممثلين على المسرح لانه هم اساس. أنا جدا محظوظة إني أول تجارب المسرحية تكون هذه المسرحية وهي رواية هما للدكتور الأديب غازي القصيبي. أنا جيت متأخر على الكاستينج ولكن صممت إني أكون في هذه المسرحية لأنها باللغة العربية الفصحى, ليها قيم رهيبة, ليها عمق مختلف, وليها أيضا حكاية من زاوية أخرى. كل اللي معايا يمكن اللي بيشتغلوا ما حد كان يدري أنا مين. أنا داخلة بتعلم من الجميع من الصغير والكبير, بتعلم إنه يعني إيش مسرح يعني إيش تمثيل يعني, طب لما يحصل الموقف ده إيش أسوي. وحرصت جدا إنه ما حد يعرفني, حرصت جدا إني أنا ما أقول ترى أنا فلانة الفلانية المذيعة المعروفة. مو مهم هنا, هنا كلنا واحد, هنا كلنا بنشتغل على شيء واحد وهو العمل عشان ينجح. مو مهم انت برا, ترى معانا اطباء ومعانا مهندسين ومعانا ناس مشغولين في حياتهم في الصباح حاجه, لكن في الليل بنجي كل واحد بيلعب دوره الاساسي في المسرحيه. مهما كنت برا مو مهم,
المهم هنا أنت إيش قاعد تسوي، وهذا أجمل شيء في الموضوع. يعني أنا كل اللي راح أسويه راح أصفق. أبدعتي 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 أبدعتي. أنا صح ما شفت المسرحية لكن سمعنا فيدباك كان مرة حلو. يمكن تكلمنا، أو أنا قلت لك يمكن قبل الهوا قلت لك أحلى شيء في الموضوع إنه القصة والمسرحية حقت شخص عظيم، الراحل غازي القصيبي. كلمينا عن تجربة كريم، كيف كانت؟ صراحة أشعر بحزن عميق الآن كذا لما شفت، لأنه عشت هذه العشرين اليوم الأخيرة، البروفات اللي كانت يومياً بشكل متواصل من غير انقطاع، أتعلمت منها كثير. كنت أحرص أني أحضر البروفة، بعني أنا لوحتي هذه لوحة بسيطة، لوحة أوفيليا اللي تجري وراء خطيبها هاملت اللي كان يطنشها عشان العرش وهكذا، لكن كنت أحرص أني أحضر 8 ساعات كاملة، أخرج من هنا أجري على البروفات، ما أبغى يفوتني شيء، لأني أنا مبتدئة أبغى أتعلم من الجميع داخل هذا المجال وأنا لا أفقه فيه شيئاً. واكتشفت أنه الالتزام رقم واحد والمسؤولية رقم اثنين، لأنه إحساسك لو ما هو موجود ما لك داعي تمثل على المسرح، لأنها هي اللقطة الأولى، الشوتة الأول، مو زي المسلسلات أو الأفلام أنه ممكن نعيد، لا، إذا الحاضرين ما حسوا بهذا الإحساس وما وصلت لهذا الإحساس من أول لقطة فما في داعي لأنك تمثلي. حس المسؤولية جدا عالي، حصلت لخبطة، حصلت في أول عرض حصل مشكلة، حصل الدخول أنا كان خطأ، طب أنا دخولي خطأ أنا إيش راح أتصرف الآن؟ أتصرف إني لا أشعر المشاهد إنه هناك خطأ حصل، أعيش الحالة وأعيش هذا الدور وأعيش هذه الشخصية اللي أنا بعيشها بكل ما فيها صراحة. نشوفي كيف يعني قاعدة ترجع مسكين. طب ريم كيف كان شعورك وأنت على المسرح؟ يعني كنت أقول لك، كنت أقول لك ما شاء الله عليك ريم، يعني تأخذ جراءة جدا يعني وقوة قلب للأمانة. يعني شوفي أنا صح أني طلعت على المسرح كم مرة، مو مسرحية لا، طلعت أقدم يعني شيء معين أو حفل معين، لكن في توتر في هيبة. يعني زي ما قلتي الغلط غلط خلاص، ما عندك يعني مجال أنك تعدلين. كيف كان شعورك؟ حقيقة أنه المسرح الحلو فيه أنه مو زي لما تقدمي حفلة أو تقدمي شيء أنه لازم تواجهي الجمهور وتتكلمي معاه، هنا لا، هنا لازم تنسي الجمهور وتندمجي في الشخصية وتندمجي في الدور وتعيشي على المسرح. والحلو أيضا أنه الكراسي ظلمة ما عليها إضاءة، يعني ما تشوفي، ما تشوفي الناس، المسرح فاضي، فأنت تحسي، لازم تحسي أنه أنت لحالك، لازم تحسي أنه أنت ما بتمثلي، لازم إحساسك يكون حاضر، لازم تهيئي نفسك عشان تدخلي هذا الإحساس. يعني أنا دوري البسيط ده اللي أنا الفتاة اللي تحب وتبكي من أجل الحب يعني، فلازم كنت أهيئ نفسي أن أنا بدي أدخل ودموعي على خدي ودموع حقيقية. دموع حقيقية لازم تكون دموع، ما حطيتي قطرات؟ لا أكيد. الحمد لله الإحساس موجود، وهذا أهم شيء أقول لك، الإحساس موجود، بما أنه الإحساس موجود إذا تقدري أنت تعطي، فأهم شيء الإحساس. صراحة تعلمت مرة كثير جدا جدا، يعني أنا الآن أقدر أقول يعني أنا جدا محظوظة إن أولى خطواتي في المسرح في هذا العمل القيم المهم جداً. مع هذول كمية الفنانين السعوديين الرائعين جدا، المخرج الكويتي يوسف البغلي اللي كان جدا مساعد لنا ويرشدنا في كل كبيرة وصغيرة، نرمين محسن هذه البنت الرائعة البنوتة الجميلة اللي أبهرتني وظهرت بصورة مختلفة تماما عن نرمين اللي نعرفها مثلا في المسلسلات وغيره، صح. اللغة العربية الفصحى اللي كانت حاضرة بقوة، تعرفت على عبد الهادي الشاطري الفنان المسرحي الرائع اللي كان زي العصفورة يطير على المسرح، اتعلمت كثير من كل الزملاء والزميلات اللي كانوا موجودين، بعضهم ليهم باع طويل في التمثيل المسرحي. عالم المسرح فيه لي جمهوره ولي نقاده ولي محبيه ولي ممثلين المختصين، فصراحة هذا العالم أنا حبيته وإن شاء الله راح أكمل فيه. وهذا السؤال اللي بسألك إياه، يعني هل نشوفك إن شاء الله في مسرحيات قادمة؟ بإذن الله بإذن الله. يعني تخيلي من مشهد، تحسين أنك خلاص لقيتي الشيء اللي أنتي ترتاحين فيه وتنبسطين فيه؟ بالضبط بالضبط. المسرح خصوصا المسرح فيه القيمة الفنية والثقافية الحقيقية اللي هو التاريخ، اللغة العربية الفصحى، الشخصيات التاريخية، دائما تلاقي هناك قيمة كده فنية جميلة طبعاً. وأنا هذا اللي أبحث عنه، المسرح الفني الحقيقي وليس التجاري. يمكن يعني حبعد عن التجاري، يمكن لي جمهوره أكيد ولي فنانين والمختصين، ولكن أنا وجدت نفسي في هذا النوع من المسرحيات صراحة. فكل التقدير والشكر لكل اللي قابل
قابلتهم في هذه المسرحية، وإن شاء الله يا رب نلتقي في أعمال أخرى. ريم، خليني بسألك سؤال قبل ما نطلع هذا الفاصل. طيب لو الآن في أحد مهتم في هذا المجال وحاب أنه يبدأ يحط يعني خطوة ويبدأ، وين يتوجه؟ إيش يسوي؟ إيش الأشياء اللي ممكن تفيدين الناس فيها اللي مهتمين في مجال المسرح؟ بالفعل ضروري أني أذكر وأشكر هيئة المسرح والفنون الأدائية اللي دائماً كل فترة ينزلوا كاستينج وينزلوا عروض وينزلوا الكثير من ورش العمل الصعبة والمميزة، المسرح الغنائي والدرامي والاستعراضي والبالي والملحمي وغيره والكوميديا وغيره، ولكل مسرح في مختصين. يعني أنا الآن بأخذ ورشة عمل مع السيدة نضال الأشقر، زي ما يسموها، هي سيدة المسرح اللبناني اللي جات مخصوص عشان تعطينا هذه ورشة العمل. طبعا ورشة عمل صعبة، اللي هي المحترف المسرحي لازم نمر باختبارات عشان نقدر إننا نتخطى أو نقدر إننا نوصل لمرحلة إنه إحنا نتدرب مع السيدة نضال. وطبعا فريقها فرقة مسرح المدينة اللي معاه أستاذ ناجي وخالد والأستاذة منى أيضا، فإحنا بنتعلم، بناخد دورة 5 ساعات، هذه 5 ساعات بنتعلم فيها أشياء كثير كثير جدا جدا، بنتعب جدا فيها، ولكن بتكتشفي إيش يعني مسرح. وعلمونا أول شيء الالتزام، وأنه لو مهما حصل ومهما كان لا تعتذر عن المسرح، والعظماء يموتون على خشبة المسرح. جميل. فأشياء كثير بنتعلمها، إحنا جدا محظوظين. لازم تتابعوا حسابات وزارة الثقافة، هيئة المسرح وهيئة الأفلام أيضا. يمكن اليوم بعد يومين في أيضا ورشة عمل حتيجي تسويها هند صبري، فاللي مهتمين موجود للكبار وللصغار. صحيح. لكل الأعمار، فلا تضيعوا هذه الفرصة. إذا عندك الموهبة فلازم تثقل هذه الموهبة بشكل الصحيح. وشكرا شكرا على دولتنا إنها أتاحت لنا هذه الفرصة، وتخيل إنه هذه الدورات مجانية. هذا أحلى شيء في الموضوع، أحلى شيء إنه أنت قاعد تمارس واحدة من هواياتك أو اهتماماتك، وبالعكس تأخذها من أو تأخذ العلم من المختصين والناس في المجال من سنوات وبالمجان. يعني زي ما قلتي، بالعكس إحنا نتمنى لك كل التوفيق ريم، وجدا فخورين فيك يا رب. إن شاء الله نشوفك في مسارح عالمية وتمثلين يعني باسم المملكة والبنت السعودية، وكل التوفيق لك. الله يسعدك. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل، شغف زوجين يجتمع في مشروع يختص في ألعاب تعليمية للأطفال. اجتمعت جهود وشغف زوجين في فكرة لمشروع مختص بابتكار الألعاب التعليمية بالتحديد وتصميمها وحتى تنفيذها، ليصنعوا لهم براند أو ماركة خاصة تهتم بالألعاب التفاعلية والتي تخدم الأطفال في عدة مراحل عمرية. خلينا نتعرف أكثر على هذا المشروع ونرحب معنا بالاستوديو بضيوفنا تركي اليامي المدير العام لمشروع كيدز سكيلز، وأسماء اليامي شريكة في هذا المشروع. يا هلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور، والله يحييكم. شكرا لكم وشكرا لقبول هذه الدعوة، وأنه يعني مشروع زي كذا مهم جدا لفئة الأطفال. طيب خلينا نبدأ معك أسماء. أي تفضل. ونسألك عن فكرة هذا المشروع، مشروع Kids Skills، كيف بدأت؟ بدأت ب 2015، كان لاحظنا في تأخر بسيط في طفلي الأول فارس، كان في عنده مشاكل في النطق والتخاطب. حاولنا بقدر الإمكان جهود فردية بس ما كان فيه يعني هذه النتيجة. توجهنا إلى أننا نسجله بمدرسة كيجي وان عادي. بدأ الطفل يداوم طبيعي. بعد كذا حبيت أني أحثه على الدوام أو أسعده أو أخليه يتحمس شوي على الدوام. بدأت أسوي أنشطة تعليمية بحيث أن كل يوم أحد يأخذها، بحيث أنها توصل لهم مثلاً فكرة الهدف من اللعبة ويلعبونها بطريقة جماعية. كيف أنشطة تعليمية؟ يعني أنت تسوي له نشاط وياخذ معاه المدرسة؟ أي نعم، يعني كانت أوراق عادية A4 طباعة، أقص وألصق وزي كذا، إلى أن يعني توصل للهدف اللي أنا أبغاه، يصير جميع الطلاب يتفاعلون. صحيح. بعد كذا بنهاية السنة حبوها، يعني شفتي التفاعل من الأطفال؟ أنا ما كنت عارفة أنا صراحة ردة الفعل، بس أنا أشوفها على ولدي،
يعني قاعدة أشوفه يتفاعل يتحمس، يعني لما أسوي له مشروع يجلس معاه ينتظر النتيجة، أعلمه طريقة اللعب شلون يلعب. بنهاية السنة ما كان في أي رد من المدرسة، نهاية السنة فجأة كذا اتصلوا علي إنه تعالي نبغى نكرمك الأم المثالية لهذا الطفل. جميل جدا. بعد كذا توجهت لدورة تدريب مدربين بالصدفة، يعني ما كان في أي تخطيط. بعدها بنهاية الدورة كان في تتخذين مسار معين في إعداد الحقائب التدريبية. إيش المسار اللي راح أتخذه؟ فكرت فكرت فكرت، حسيت إن هذا أقرب مكان لي، يعني شيء أنا شفت فيه نتيجة على طفلي. بعد كذا اتخذت هذا المسار وصرت أبدأ أصمم حقائب تعليمية للأطفال في بيتك لحالك؟ في بيتي لحالي. جميل. يعني أخذ الفكرة أحاول أطبقها بشكل بسيط جدا. بعد كذا توجهنا للطباعة ديجيتال، تصميم وطباعة ديجيتال. بعد كذا حاولنا نحور الفكرة أنا وزوجي إلى مشروع تجاري بحيث أنه يخدم الطفل، يخدم الأم، يخدم المعلمة، صح، ويشوفون نتيجة هذه اللعبة بالطفل. شيء جميل جدا وقصة ملهمة. يمكن أنت ما كانت لا على البر ولا على الخاطر، يعني من طفلك جاتك هذه الفكرة وبدأت في هذا المشروع. طيب أستاذ تركي، ريت لو تكلمنا عن تفاصيل هذه اللعبة وعلى ماذا تركز. طبعا بدينا المشروع، في البداية حاب أشكركم على استضافتنا. بداية المشروع احنا بدينا في اللعبة ووجدنا فيها بعض يعني الأشياء اللي ممكن احنا نطور فيها. طبعا في المملكة عندنا يعني الطباعة مش قد الجودة اللي احنا نطمح فيها، فتوجهنا الى الشركات عالمية موجودة في الصين بحيث ان المنتج يستخدمها الطفل وما يخرب معاه، بحيث أن تستخدمها العائلة ككل، ممكن طفل والطفل اللي بعده أو الطفل اللي بعده. نعم. وهذه كانت فكرتنا بحيث أن المنتج يكون كواليتي عالي. طبعاً سوينا فريق عمل كامل عبارة عن مختصات، كل واحدة حسب مجالها، بحيث أن رياض أطفال تأخذ فكرة من صعوبات التعلم، بحيث أن تصير فيه دمج للألعاب بحيث أنها تفي باحتياجات المجتمع. أكيد. فالحمد لله وفقنا. طبعا المنتج هذا اللي بدينا فيه بعد ذلك طورناه الى المنتج الكبير هذا بحيث انها تكون من اشياء ورقيه صغيره الى اشياء محسوسه لدى الطفل، لان الطفل في الفتره العمريه يحب الاشياء الملموسه بيده. صحيح. تمام. فبحيث انها يسهل عليه تركيب الحروف والكلمات. فالحمد لله وفقنا بتعديل المنتج بحيث الجوده انها تكون اعلى، بحيث نحن نراعي بعض الأشياء اللي ممكن أنها تفيد الطفل فعليا، يعني مو كلام يعني شخصي، لا، عبارة عن دراسة واقعية من طبعا فتيات ذوات خبرة في مجال الأطفال. حلو حلو. يعني أنا أشوفها كده لعبة، والأمانة تحمست. يعني أنا من الناس يمكن اللي أجمع الألعاب اللي هم اللي يسمونها البورد جيمز للكبار طبعا، فحلو أنكم سويتوا شيء مخصص للأطفال. طب لو يعني تشرحوا لنا أسماء أو تركي على الألعاب اللي معاكم. أنا شايفة واحدة كلمة وحرف. نعم. والثانية كيف يحدث. نعم. والصغيرة تحدي الكرة. أين. فلو تشرحوا لنا على الألعاب اللي جايبينها معاكم. بالنسبة لكيف يحدث، هي الفئة يعني غالية علينا كثير. طبعا هي لعبة تلعب بطريقتين، اللي هي نتكلم عن رياض الأطفال وصعوبات التعلم. نعم. اللي نادرا ما نشوف لهم أشياء يلمسها المجتمع ويساعد الأطفال اللي عندهم مشاكل، مثلا اللي عندهم صعوبة في النطق وفي التخاطب. نعم. تمام. في المجالات كبيرة للأطفال العاديين. نعم. لكن في فئة منسية. الفئة المنسية هذه احنا ركزنا انه على اقل شيء كل سنة الى سنتين احنا نسوي منتج متخصص من فريق عمل مختص في هذا المجال، يعني فتيات صعوبات تعلم، مدربات، معلمات، اخصائي نطق وتخاطب، بحيث ان المنتج فعلا ياخذه الاب او الام ويفيد الطفل. نعم. يعني زي هذا المنتج هو عبارة عن 3 بطاقات تحكي قصة للطفل. حلو. الطفل يرتب الطفل الأحداث. نعم، الأحداث هذه بالتسلسل اللي هو يشوفه الطفل. بحيث أن الطفل يحب هذا الشيء. جميل. الآن يبدأ دور مثلا المربي بالتخاطب معه، هذا كيف سوينا فيه الحدث وكيف صار كذا وكيف يصبح كذا، بحيث أنه يكون سلس
ومرن على الطفل. جميل جميل جدا، فكرة جميلة جدا صراحة. طب والعلبة الكبيرة اللي ورا فيها كلمة أنا، أين أنا؟ جميل، لو تشرحوا لنا هذه اللعبة. أين أنا؟ هذه لعبة هدفها الرئيسي تعرف الطفل على المشاعر وعلى الأشكال وعلى الألوان، بس بالأخص المشاعر ركزنا عليها، بحيث أن الطفل في عمر 3 سنوات 4 سنوات يقدر يعبر عن مشاعره، بحيث أن الأم تبدأ تسحب منه كلام، مثلا ليش زعلان، ليش حزين، هذا الطفل ليش تتوقع يضحك، وهكذا يبدأ الطفل وهو يلعب خلال اللعبة مع الأم أو مع مثلا المعلمة أو مع الموجودين، بحيث أنه يبدأ يعبر ويتعود أنه يعبر عن مشاعره. أسمع، لو تفتحينها بعد إذنك، بس نبغى نشوف اللي أنت قاعد تشرحينه، ودنا نشوفها كيف. أوكي، هي طريقتها ساحة لعب زي كذا، يعني هذه كذا يحطونها مثلا على الأرض أو على الطاولة؟ هي على الأرض، هي عبارة عن ساحة، ولكن الفكرة فيها أنه في أشكال هندسية بألوان. حلو. يعرف المربع من القلب، من المثلث. من المثلث. حلو. الآن يتعرف كمان على الألوان. فيها كروت، يعني هو في كروت صغيرة بعد، في كروت صغيرة هو اللي يحطها على أساس. أنا أقول لك الحين فكرة الكروت، كيف طريقة الكروت. الآن الأشكال الهندسية هذه فيها تعابير، يعني مثلا مربع قاعد يبكي، فيها دائرة مبتسمة، فيها دائرة تضحك، فيميز الطفل الأشياء هذه. الآن طريقة لعبها مثلا عندنا هذه البطاقة، بالنسبة للأطفال الصغار واللي عندهم مشاكل تلعب بطريقة التطابق، انك انت تاخذ الكرت بهالطريقة تمام وتوريه للطفل وتقول له ان هذا مثلا مربع قاعد يبكي ولونه اصفر. الآن يبدا الطفل يحاول يبحث ويخزن في ذاكرته وين هالمربع اللي قاعد يبكي واللي لونه اصفر. بالنسبة للأطفال الروضات لا، تلعب بطريقة التخزين الذاكرة، بحيث انه الشخص اللي امامك هو اللي يحكي لك. مثلا عندنا دائرة لونها احمر جالسة تضحك، اول طفل يحط يده على الشكل الهندسي والدائرة اللي لونها احمر واللي قاعدة تبكي يكون هو الفائز. هنا الطفل يستمتع لما يجمع بطاقات اكثر، انا حصلت اشياء كثيرة وفزت عن اصدقائي. صراحة فكرة جميلة جدا يعني ورائعة، وبالفعل بتسهل للطفل انه يتخاطب وانه يطور هذه المهارة اللي عنده. طيب كمان كان لكم مشاركة في معرض الكتاب، كلمونا عن هذه المشاركة وكيف كان الإقبال. بفضل الله، يعني احنا مشاركتنا مش الأولى، هذه اللي احنا شاركنا في معرض الكتاب، كان لنا مشاركة قبل وليست مشاركات محلية. احنا طموحنا نحن نوصل للمشاركات الخارجية، بحيث انه بس مش المجتمع السعودي هو اللي يلقى الأفكار الموجودة. صح. عندنا احنا نتوسع للمجتمع العربي والعالمي، ولكن هي عبارة عن خطوات ممكن تكون بطيئة شوي بحكم انه احنا نعتبر من المؤسسات المتوسطة، ولكن هدفنا احنا نوصل كبراند عالمي، نخدم الطفل بطريقة انه الجانب اللي هو يحبه ولكن يتعلم منه بطريقة تفاعلية. جميل والله، انا مبسوطة كثير على انه منتج سعودي بأيادي سعودية بهالجودة وبهالأفكار البسيطة، يعني الأفكار بسيطة ولكن أثرها يمكن كبير على الأطفال والأم والمربين بشكل عام. طب خلينا نتكلم عن الجهات التعليمية، يمكن ذكرتي أسماء في بداية حديثك أنه راح يفيد الأم، راح يفيد المعلمة، راح يفيد هذول الفئات كلهم اللي يتعاملون مع الأطفال، سواء كانوا أطفال سليمين أو ذوي احتياجات. هل عرضتوا أفكاركم اليوم على أي جهات تعليمية، على مدارس، على روضات؟ والله حنا نتفاجأ أن منتجاتنا عندهم، يعني فجأة تكون منهج يدرس أو من ضمن الفقرات اللي خلال المعلمة خلال الصف تدخلها كفقرة يتعلم فيها الطفل الأشكال. طبعا هي تتحورها بطريقة تناسب تخدم منهجها هي. أكيد. أي نعم، فالحمد لله، الحمد لله لنا يعني مشاركات كثير، لنا كمان يعني بجامعة الأميرة نورة، لنا بكذا مراكز تخصص للتربية الخاصة وزي كذا. ولو أبغى أنا المنتجات حقتكم وين ممكن ألقاها؟ ممكن تلقونها عبر الموقع الإلكتروني، احنا عندنا موقع إلكتروني يتم الطلب عن طريقه والشحن لكل مناطق المملكه ودول الخليج. جميل جميل.
جميل جدا، يعني مشروع جدا رائع وإنساني وبيطور مهارات عند الطفل. شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا أستاذ تركي اليامي وأستاذة أسماء اليامي. شكرا لك. والله يعطيكم العافية، وحاب أشكر كل من وقف معنا في المشروع هذا من بدايته إلى استمراريته، لا كان من مصممين ولا كان حتى من مبتكرات. ونرحب بالجميع دائما، القمة تتسع للجميع، ونقول أي أحد عنده فكرة أو حاجة بالعكس إحنا نرحب فيها. جميل، شكرا جميل. لكم. شكرا لكم مشاهدينا، فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل ما أهم التوجهات الجديدة في توظيف واستقطاب المواهب في المملكة. عملية التوظيف واستقطاب المواهب تعتبر من أهم المبادرات في إدارة الموارد البشرية، خصوصا مع توفر العديد من المبادرات من ذوي الخبرة في مجال الموارد البشرية لدعم توظيف الشباب السعودي واكتشاف مواهبهم والتعرف على مكامن الإبداع لديهم. هنتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل. خلونا نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ مصعب الدلجان، المستشار في الموارد البشرية. أهلا وسهلا بك أستاذ مصعب. حياك الله ريم، حياك الله مها، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا بك. بداية حابين نعرف عن أهمية التوظيف من خلال استقطاب الكفاءات والمواهب أيضا. جميل. اليوم في تحدي كبير عند الشركات في استقطاب الكفاءات، خلينا نقول الكفاءة المناسبة في المكان المناسب. اليوم احنا تجاوزنا مرحلة أنه فقط أن نوظف شخص أو نوظف موظفة تأدي عمل معين، إلى أن احنا نبدأ نشوف ثقافة المتقدم، هل هي متناسبة مع ثقافة المنشأة ولا لا. فصار فيه تفاصيل أكثر، صار فيه متطلبات أكثر. التوظيف مبني على جدارات، كل منشأة لها جداراتها الخاصة فيها، واللي قد يكون فيه صعوبة في وجودها في جميع المتقدمين. نعم. طب إيش الفرق أستاذ مصعب بين استقطاب المواهب والتوظيف؟ جميل. استقطاب المواهب مثلا، خلينا ناخذ مثال عليك مها، انت اليوم مذيعه، عندك كاريزما معينه، عندك تفاصيل ومهارات، انت ما قدمتي في اي مكان، بس ممكن شخص يجي يكلمك يقول لك يا مها والله احنا محتاجينك مثلا في البرنامج الفلاني ولا في المكان الفلاني، هذا استقطاب المواهب. الكفاءه العكس تماما، او التوظيف العكس تماما، انه الشخص هو يبحث عن الوظيفه هذه. فهذا يعني باختصار يعني حبينا نوضحها للجمهور بشكل بسيط. يعني بمعنى يعني ممكن حتى في على مستوى الشركات، على مستوى الموظفين، يعني مثلا هذا المهندس مشهور، او هذا بسمعته مشهور عنه انه كذا وكذا، او هذا شغله كذا، او هذا الطبيب، فهي الشركة تكلم وتتواصل معه بشكل مباشر حتى لو مو هو اللي بيبحث عن هذه الوظيفه. وغالبا تكون ترى اصعب في التوظيف، لانه يبدا يتشرط بالضبط. بالضبط. بس هذا شيء حلو، يعني هذا شيء جيد انه يعرف الواحد انه هو موهوب وانه سمعته سبقته على قولهم. طيب خلينا نتكلم عن الجوانب اللي يجب ان يهتم بها مستشار الموارد البشرية عند اختيار الشخص المناسب. جميل. الأول حاجة احنا ذكرنا قبل شوي اللي هو التوافق في ثقافة المنظمة وثقافة المتقدم. صح. نعطيك مثال بسيط، يعني منظمة سريعة الرتم، صعب جدا اني اجيب شخص هادي لها، ما يتوافق. مزبوط. حتى لو كان عند المؤهلات وعند الإمكانيات وعند، لكن كثقافة ما يتواكب مع هذه الثقافة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية جودة الخبرة. اليوم في كثير من الأشخاص يجي يقول لك أنا عندي خبرتي مثلا 10 سنوات، لكن فعليا كجودة ممكن تسوى في سوق العمل سنة أو سنتين. فجودة الخبرة كذلك مهمة جدا. النقطة الثالثة، وحنا نأكد على كثير من الشباب الآن، اللي هي تعلم اللغة الإنجليزية، هي لغة العصر. وكل ما ازداد الشخص في فهمها ومعرفتها وإتقانها، كل ما حصل على وظائف أفضل. النقطة الأخيرة أنا أختم فيها، اللي هي دراسة المتقدم للوظيفة أو الشهادة، هل هي من جامعة معروفة؟ إذا كانت من جامعة، كم درجة التخرج المعدل؟ وطبعا هذه تقل أهميتها كل ما تقدم في سنوات الخبرة. طبعا
طبعا، لانه كثير ناس يمكن يتكلمون عن الخبره ودائما نسمع المقارنات، يقول لك الخبره اهم، وناس تقول لك لا الشهاده اهم، يعني في صراع معين. فالاشخاص فعلا اللي يمكن يشتغلون لسنوات طويله الخبره حقتهم يمكن تسوى كثير بالنسبه للشخص او الشركه او المؤسسه اللي مقدم عليها. طيب خلينا نتكلم على التحديات، الصعوبات، العقبات اللي ممكن تواجه سواء المتقدم على الوظيفه او صاحب هذه الشركه او المؤسسه. خلينا نركز على المتقدمين، اصحاب الشركات عندهم تحدياتهم وان شاء الله يحلونها. بركز على المتقدمين اول لانهم هم اغلب اللي يتابعون من البرنامج. اول حاجه التحدي عند المتقدمين اليوم في قل العرض مقابل الطلب الكبير، يعني عندنا عدد متخرجين كبير جدا، الوظائف قد تكون قليله، وخاصة إذا جينا نركز على الوظائف النوعية. يعني الحمد لله اليوم بفضل من رب العالمين ما عندنا أحد ترى ما يحصل وظيفة، لكن الوظيفة النوعية مثلا واحد خريج مثلا MIS نظم معلومات إدارية صعب جدا يشتغل أي حاجة، يبغى يشتغل في شهادة في تخصصه، في تخصصه. فهذا هو التحدي الآن اللي هي الوظائف النوعية، ولكن كتوظيف الكل بإمكانه يتوظف والوظائف متوفرة. فهذا التحدي الأول. النقطة الثانية التقديم على الوظائف صار عن طريق البرامج الإلكترونية، هذا يوفر يعني عدالة أكثر في التقديم، لأنه يبعد عنها العامل الإنساني أو المتحكم البشري في الموضوع هذا. النقطة الثالثة صعوبة التواصل مع الشركات اليوم، على الرغم يعني من الشركات كثير يقول لك حنا ما نحصل مرشحين مناسبين، يعني هذا موجود لو تسألون أي شخص في التوظيف يقول لك أنا ما أحصل مرشحين مناسبين، في المقابل نحصل المتقدمين للوظائف يقول لك أنا ما أشوف في شركات تعلن ولا أشوف، ففي حلقة مفقودة. وين الخلل؟ طب هذا أنا بسألك، وش الخلل؟ وين؟ هل الشركة المسؤولة ولا أنا اللي ما دورت زين؟ والله هي بين الاثنين، خلينا نقول المسؤوليه مشتركه. انا ما اقدر اقول لك ان مسؤوليه المتقدم او مسؤوليه الشركه، لكن اليوم يمكن سمعنا كلنا خبر المنصه الموحده للتوظيف اطلقتها صحيح وزاره الموارد البشريه. صحيح. ان شاء الله يعني المتامل منها حل هذه الحلقه المفقوده ما بين الطرفين، فبيكون في عندنا منصه فيها جميع الباحثين عن العمل، الشركات موجودين، كذلك الباحثين عن العمل موجودين، ان شاء الله انها تكون جزء من الحل. بالفعل هذه النقطة الأساسية اللي هي مشكلة كل الناس، يعني يقول لك ليه ما تشتغل هنا؟ طب كيف أقدم على هنا؟ ما فيش، لا يردوا على إيميل، وصعب إني أروح أدق الباب بالطريقة القديمة وأقول لهم بالله عندكم وظائف أو لا، يعني هذه طريقة غير مقبولة اليوم. فمهم جدا وجود المعارض أيضا اللي برضو بنشوفها، بيكون فيها الموظفين، بيكون فيها العرض، ويكون فيها الطلب، ويكون فيها يعني الطالب أو خلينا نقول طالب الوظيفة يرى التخصصات اللي مطلوبة في السوق اليوم. اليوم الطالب اللي في الجامعة مو زي زمان، اليوم صار فيه تخصصات مطلوبة أكثر من غيرها، في تخصصات خلينا نقول انتهت ما صارت مطلوبة، فيعرف من البداية أنا فين متوجه عشان أضع نفسي في المكان الصحيح. طب هل هناك برامج تدعم توظيف الشباب السعودي؟ أكيد، وزارة الموارد البشرية وصلوا في نهاية 2021 إلى نسبة توطين في القطاع الخاص تقريبا 23.7%، هذه مدعومة بكثير من القرارات اللي طبقوها، سواء برفع معدل المشاركة المرأة في القطاع الخاص من ناحية بعض البرامج المخصصة للمرأة، مثلا وصول، مثلا في أحد البرامج اللي هو الحضانة للأطفال، كذلك في دعم لتوظيف السعوديين بشكل عام من خلال تحمل نسبة من الأجور المعينة عن طريق هدف، وتختلف باختلاف المناطق، كل ما كانت المنطقة أقل في نسبة التوظيف يكون الدعم أعلى، أو في نسبة التوطين بالأصح يكون الدعم أعلى، فلها يعني معايير معينة تمشي عليها هدف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في أحد التحديات اللي كانت موجودة دائما يقولون الخريج الجديد تنقص الخبرة، مزبوط، ف متى يتوظفون يعني، والخريج يقول لك اذا ما توظفني انا شلون اتعلم؟ صحيح. فهدف يعني تنبهوا لهذا الموضوع، اطلقوا برنامج اسمه تمهير. هذا البرنامج يكون تتكفل هدف براتب الموظف في مقابل تدريبه على راس العمل في الشركات لين 6 شهور تقريبا، وبامكانه بعدها الشركه بعد ما تشوف الموظف تقدر توظفه، ويصير في عندها اريحيه بعد ما اشتغل معهم 6 شهور انهم يوظفونه بدون لا يكون فيه مثلا تأثير معين خلال هذه 6 شهور، لا قدر لو ما كان الموظف ذو كفاءة أو قيمة. يعني يعطونا خبرة قصدي، يعطونا خبرة تدريب،
تدريب ياخذ خبره فيها ياخذ خبره فيها. فغطينا المشكله اللي دائما يقولونها اصحاب العمل انه ما في خبرات للخريجين. ليش انا والله وانت تحكي استاذ مصعب انا قاعد اضحك لانه فعلا الخريجين وشفنا يمكن فيديوهات كثيره يقول لك طيب نبي نتوظف اوكي لما تروح تقدم يقول لك انت ما عندك خبره. طبعا يعني صدق وظفني. ففعلا كانت ازمه في فتره من الفترات بس انه هذه البرامج قاعده تحل هذه المشاكل واللي فعلا كانت يعني ازمه الكثير من حديثي التخرج. طيب ما انك ذكرت التوطين وحكيت عنه خلينا نتكلم عن اخر الاحصاءات عن التوطين اليوم. ممكن احنا نروح على اخر انجاز تحقق يمكن أعلنوا عنا هيئة الإحصاء قبل شهر أو تقريبا شهرين اللي هو انخفاض نسبة البطالة إلى 10% تقريبا. نعم. المستهدف إن شاء الله في 2030 7%. وحنا ماشيين صح يعني اليوم لما ننزل إلى تقريبا يعتبر من أقل المعدلات البطالة. فجميع البرامج اللي عملتها وزارة الموارد البشرية المتوائمة مع الاحتياجات وسد الفجوات اللي موجودة في السوق السعودي دعمت هذا الناتج. كذلك الدعم الكبير اللي صار من خلال فتح شركات حكومية جديدة وهيئات حكومية كبيرة كل أسبوعين تقريبا أو 3 أسابيع نسمع عن مشروع جديد مهتم ومركز في تركيز كبير على التوطين السعوديين وتوظيف الكفاءات. هذا كله ساهم في انخفاض نسبة البطالة رفع التوطين في القطاع الخاص. النتائج إيجابية مبشرة للخير وحنا يعني متوقعين الأفضل القادم بإذن الله. عشان كده هذا اللي يقودني إلى سؤالك إنه كيف استطاعت رؤية 2030 أن تحد من نسبة البطالة سواء بهناك يكون تخصصات جديدة بسوق جديد. اليوم صار عندنا مثلا قطاع السياحة لم يكن متواجد قطاع السياحة قبل 5 سنوات. قديش هذا القطاع مثلا راح يخدم فئة كبيرة من الشباب؟ قطاع السياحة فيه يعني نسب عالية موجودة. وأنا دائما كنت أقول أنا بحكم أني سبق وأني اشتغلت في أحد الفنادق يعني ما في أفضل من الترحيب بزوارنا مننا حنا. حنا شعب سعودي متعودين شعب مضياف فأفضل طريقة أني أرحب سياحي بعيالنا ما نحتاج أحد يرحب بالنيابة عننا. ففيه فيه يعني نسبة توطين عالية نسبة وظائف كبيرة في برامج كبيرة الآن في السياحة البحر الأحمر نيوم عندنا كذلك الإعلان اللي أعلنته وزارة أو هيئة السياحة بالأصح قبل فترة عن مجموعة من الشركات الحكومية اللي بتفتح بتكون بتطور مجموعة من القصور عشان تكون فنادق كبوتيك. صحيح. فهذه كلها يعني هذه كل البرامج هذه تدعم التطور في قطاع السياحة. وما أخفيك يعني اليوم إحنا بعد ما نختزل البرامج اللي والمبادرات الحكومية في قطاع السياحة في عندنا قطاعات أخرى كذلك القطاعات التقنية هيئة الاتصالات عندها برامج ضخمة في التوطين والشركات الحكومية الجديدة المنشأة في هذا المجال عندنا هيئة الفضاء كذلك إن شاء الله في 2023 بتكون أول رائدة فضاء إن شاء الله في رائدة فضاء سعودية توصل أكيد. إن شاء الله للفضاء. فهذه كل البرامج هذه كلها متممة في جميع الجوانب الاقتصادية. فحنا صح قطاع السياحة مهم كذلك في جميع القطاعات الأخرى قاعدين نعمل في للوصول إلى نسبة التوطين وإلى الوصول للأهداف المرجوة إن شاء الله. صحيح وما شاء الله عليهم يعني البنات والشباب كل يوم قاعدين نشوف مواهب عظيمة شهادات خبرات يعني غير مسبوقة خلنا نقول. صحيح. عندنا وتخصصات حلوة فيعني ما شاء الله عليهم هم بعد كفو يعني ويستاهلون. طيب ما أنك كمان ذكرت أستاذ مصعب المنصة الوطنية الموحدة لو تعطينا نبذة عنها. اليوم احنا ذكرنا عن الفجوة اللي موجودة كذلك في أحد التحديات اللي تحلها هذه المنصة أنها تعطينا البيانات تعطينا البيانات اللي قد تكون مفقودة. بالإضافة إلى ذلك هي تدمج القطاع العام بالقطاع الخاص. يعني أول كان في عندنا برنامج جدارة والقطاع الخاص كان يعملون عن طريق هدف. اليوم بتكون المنصة الموحدة هذه موجودة تدعم القطاعين بتوفر البيانات اللي حنا نحتاجها كم عدد المسجلين كم عدد المتقدمين. بالإضافة إلى ذلك تحمي خصوصية الأفراد. اليوم في خصوصية للمرشحين أو للباحثين عن العمل
ممكن يرسل السيرة الذاتية متضمنة بعض المعلومات إلى إيميلات غير رسمية أو بريد إلكتروني غير رسمي. فهذه المنصة بتوحد هذا الجانب، فبتحفظ خصوصية الأشخاص، توفر لي بيانات أكثر ودقيقة جدا عن أعداد الباحثين عن عمل وتخصصاتهم ووين ممكن حنا نوجههم، مؤشرات تعطينا مؤشرات واضحة، بالإضافة إلى ذلك تجمع جميع الوظائف اللي موجودة في وزارة الموارد البشرية سواء قطاع عام أو قطاع خاص. نعم، يعني للأمانة المعلومات اللي حكينا فيها اليوم أكيد تهم كل الباحثين عن عمل. شكرا لك أستاذ مصعب دليجان، وشكرا لتواجدك اليوم معنا. يعطيكم العافية، شكرا لك مهاورين. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل ذكرياتنا وما حقيقة استمرارها معنا مع تقدمنا بالعمر. أكيد كل مرحلة في حياتنا راح تأثر علينا بشكل أو بآخر، سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، أكيد من خلال المواقف اللي نمر فيها أو حتى الذكريات اللي نمر فيها. فعشان كذا مبارك الكويك باليوم سأل الناس ما هي الأمور اللي أنت مريت فيها وممكن أنها تكون أثرت عليك أو على شخصيتك. خلونا نشوف آراءكم في قول رأيك. حياكم الله مشاهدينا، سؤالنا في قول رأيك اليوم يقول: إيش الشيء اللي متمسك فيه منذ طفولتك؟ خلينا نشوف الزوار اليوم إيش قالوا. طيبة قلبي معك منذ الطفولة؟ إيه إلى الحين. طيب هل راح تستمر؟ إن شاء الله. الصور لي أحبها يعني متمسك فيها. من أي عمر كانت؟ خمس سنين أربع سنين وأنا طفل مرة. الصراحة جيكيت الوالدة شرتها لي وأنا صغير وصار من المفضلات عندي، فما في إلا هو، حتى هو صاغر علي أحب معلقة. طيب للبيع؟ لا مستحيل أبيعه. أبغى أشتري منك بأي ثمن كان. لو تعطيني أموال الدنيا كلها ما راح أعطيك. الرجال هذا ليش؟ هو اللي انولد مع بعض طلعنا مع بعض الدنيا. طيب لعبة هواية باقي للآن فيك منذ الطفولة؟ هواية ما في إلا السوني. ما في إلا السوني. وش تلعب؟ فيفا. بتيت ولا؟ عفا عليك، أنا الأول على الحفر. لعب والله، لعب كمبيوتر أو بلايستيشن. إيش أكثر لعبة تحبها في الجيمينج؟ كول أوف ديوتي. فتيت ولا؟ إي والله فتيت، كلانات، نظام كلانات ونافس. أدمان والله. والله ساعة من الواد الله يرحمه. إي نعم، إلى الحين موجودة معي الحمد لله. ممكن تقدر بثمن؟ لا والله صراحة. مزاد أو نبيعها؟ لا الله يطول بعمرك، هذه من الواد الله يرحمه موجودة عندنا وحافظينها. متمسك بالتقنية، ممتاز. ومتمسك بطموح. والشيء الثاني ميوزك، احب الميوزك، احب الدي جي، يعني هي الاشياء الوحيد اللي بدون لغه بدون شيء توصل لكل الناس. والله مع احترام لكل الناس اللي جاوبت، السؤال شرق والجواب غرب. ما له دخل ابدا يا جماعه. السؤال قاعد يقول لك مواقف ما زلت متعلق فيها من ذكرياتك. انا هذا اللي فهمته. مواقف يعني مثلا انا اتذكر يوم انولدت اختي مضاوي، مسي عليها بالخير مضاوي، انا مره زعلت وما كلمت ماما وعصبت واغار منها وروح يعني انتف شعرها وهي بيبي. يعني انا اخر العنقود، فليش تجيبون واحده وتدلعونها اكثر مني؟ طبعا خلاص هذه خلاص جلست. طبعا هي الحين البيبي حقتي، اموت عليها، بنتي انا اسميها، بس يعني وقتها وانا طفله طبعا كنت ما انسى ذاك الموقف، تشنج. يعني هذا موقف انا ما انساه في حياتي، فهذا موقف انا ما زلت متعلقه فيه والى اليوم اقول لها، واقول لها ان شاء الله اذا يعني تزوجتي وجاك اطفال راح اقول لهم ترى السالفه انا ايش كنت اسوي فيك وانت صغيره. فهذه من المواقف اللي انا مثلا مريت فيها ومضحكه يعني الصراحه، يعني السالفه ما تنقال، بس يعني من هذه المواقف. فافهم انت ريم، يعني انت جيتي سالت الشخص اللي ما ينفع يسال. بالعكس أنا عايشة في الماضي، أنا حياتي هي عبارة عن قناع اليوم، ولكن الحقيقة إنه أنا عايشة في الماضي بكل ما في هذا الماضي صراحة. مواقف ما متعلق فيها من ذكرى، في مواقف كثير كثير كلها أتذكرها، لكن في موقف ماني قادرة أسامح نفسي عليه يعني صراحة. كنا في بلد ما مع، وكنت بلعب مع أخوي الصغير في الحديقة، وكنت بيدفني في المرجيحة،
فطرت عالي، فطحت على الارض، فقمت اجري وراه عشان يعني اضربه كذا يعني اني اهزه. فانا بجري وراه دفيته على الارض، والله انا بعترف اعتراف خطير، تفضل، اهلي ما يدروا عنه. دفيته على الارض، فكنا ورا كذا شجر، فلقينا الواح من القزاز مكسور في الحديقه هذه. انا لا شعوريا ما ادري كيف مسكت واحد من الالواح دي ورميتها عليه. اتعود الشرطه والاسعاف وكذا. السؤال المهم طبعا هم لما جاي يلقوا علي القبض، انا عمري كم عمرك؟ كان عمري 19 سنين. من كثر الرهبه اللي انا فيها، فانا باشتر لبعيني انه الله يخليك لا تقول انه انا اللي سويت كذا، اني انا رميت عليك القزازه وفتحت وجهه يعني. Oh my God, الحمد لله عينه ما راحت يعني. فهذا من الموقف اللي ما انساه، انه هو في عز البكاء حقه والالم، فبيطول فيها وبيطول في بعض انه الله يخليك لا تقول لي ماما، الشرطه واقفه تستجوب وانا مسكيني والاسعاف اخذيه والحاله، انه ماما في حاله ذهول يعني كنا. فما انسى هذا الموقف، انه من هو طفل كيف كان مسكين اتحمل وما قال للبوليس. الى الان لا دحين يعني خلاص الحين انت كبيت العشاء يعني تبلغ الشرطه البريطانيه. فيعني قعد سنوات طويله محافظ على هذا السر برغم وقتها المه، وانا قلت له شكرا يعني انك ما قلت لي ماما زي كذا. فهو بيسوي الخياطه ويطول فيا انه يبغى يقوم يضربني، هو أصغر مني يبغى يقوم يضربني ويبغى يقول للبوليس ترى هي اللي فتحت وجهي بالقزازة وهي اللي رمت علي القزازة. بس انت مو قصدك كمان، انا مو قصدي، بس احنا لما شفت، انا لما شفت البوليس يعني طبعا احنا نسمع انه يمسكوا الاطفال يعني يودوهم الاحداث وكذا. يا لطيف، مو لايقري، موقف صعب صراحه، ماني قادره اسامح نفسي عليه انا شخصيا يعني. واشكر اخوي انه في هذاك السن الصغير كتم غيظه وغضبه وما قال لي ماما ولا قال لي اهلي لسنوات طويله، وهذا السر احنا شايرينه يمكن السنوات الاخيره اللي بدا يظهر هذا السر يعني للناس. والله يعني انا اشوف، شوفي الاخوان، انا دائما اقول يعني ما اننا احنا نحكي عن الاخوان، انت حكيتي عن اخوك وانا احكي عن اختي، الاخوان شيء لا يعوض، الاخوان شيء لا يعوض فعلا. يعني يمكن الموقف هذا اثبت لك انه فعلا بكره تقدرين تستأمنين على اي سر طبعاً في حياتك، طبعاً تقدرين تقولين له اي شيء في حياتك. فالله يخليكم بعد يا رب. وعادي هذه المواقف ترى لو اقول لك على السواليف اللي تصير بيني وبين اخواني وخواتي ما راح نخلص يا ريم. لكن فعلا في امور تمر في حياتنا، حتى نكون اطفال، نكون 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات ما نستوعبها أبداً. لا يمكن ما نستوعبها في لحظتها، بس نوصل لسن معين ريم زي الحين. أيوه. تتذكرين أشياء يمكن وقتها أنت ما كانت في بالك، سبحان الله. ففعلا في مواقف الواحد تمر عليه سواء مواقف إيجابية أو سلبية. لا القصة صراحة عجبتني. لا هي قصة صعبة صراحة، مؤثرة جدا، يمكن الواحد يقولها دحين، بس وقتها لما الدم والبوليس والإسعاف وقتها الموقف له هيبة، خصوصا مع أطفال يعني إنه ما تعرفي تتصرفي. ولكن من الأشياء اللي متعلقة فيها أنا إلى الآن، إني إلى الآن الأغاني اللي أسمعها هي أغاني الفوازير وأغاني الأطفال حقت زمان، يعني هذه الأغاني حقتي يعني. هذه اللي أسمعها دائماً معايا في سيارتي في البيت في كل مكان أرددها، هي دي الأغاني اللي من يوم وأنا صغيرة إلى اليوم ما زلت أغنيها كأني أمس سمعتها يعني. أنا متعلقة بأفلام كرتون. أيه. أنا صدق أحب أفلام كرتون. يعني شفت كمان سالي عرضوه على أحد المنصات المشهورة اللي الحين نحن نتفرج عليها على الأفلام، عرضوه موجود سالي، والله يعني رجعت أتفرج عليه من سيزن 1 وغيره من أفلام كرتون. أنا صدق يعني تجيني حالات ريم أحب أتفرج على أفلام كرتون، لأن أنا صغيرة كنت مدمنة أفلام كرتون، كنت يعني حرفياً ماما تقول لي نامي أقول لها طيب أوكي سوي نفسي نايم وشغل التلفزيون وقصر حتى أتفرج على الميوت ما أسمع شيء. طيب إيش هو فيلم الكرتون اللي تحبيه؟ أنا أحب أتفرج على طبعاً سالي أكيد، ليدي كانت يعني شيء عظيم، هايدي، كلها أفلام كرتون حقت بنات، البنات بس إلى يومك أنا متعلقة فيها. يعني هذه لو تسأليني إيش الأشياء اللي أنت متعلقة فيها من أيام الطفولة، حقول لك الأفلام كرتون ترجع لي الماضي الحلو، ترجع لي الأيام الحلوة للطفولة للبراءة، أيام حلوة، ذكريات حلوة يعني الصراحة. صح بشكل صح. عام أكيد كل واحد فينا عنده ذكريات ما يقدر ينساها وذكريات أثرت فيه، ويمكن الكثير مننا يعيش إلى اليوم على هذه الذكرى اللي تخليه يستمر وتخليه إنسان ممكن يكون سعيد في حياته. مستمرين معاكم ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، إقبال الشباب السعودي على مجال تصميم الأزياء، فما هي أبرز التحديات والفرص؟
مع رؤية المملكة 2030 أصبحنا نرى العديد من المجالات والفرص المتاحة أمام الشباب والشابات السعوديين. من هذه المجالات هو مجال الأزياء وتصميمها، فما هي أبرز التحديات والفرص في هذا المجال؟ يسعدنا أن نستضيف في استوديو سيدتي اليوم شابان شريكان في تأسيس علامة لها بصمتها الخاصة. نرحب بنايف النعمي مصمم أزياء، وأيضا نايف النفيسة مسؤول التسويق. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. شكرا لكم. بداية نبغى نتكلم عن البراند اسمه سيزنز. صحيح. كلمنا يا نايف عن سيزنز، كيف تم تأسيسه؟ أول شيء أنا حاب صراحة أشكركم على استضافتنا، وصراحة يعني لطف منكم أنه استضفتونا، وهذا كرم منكم أنه نوريكم بعض الأشياء أو أعمالنا اللي نتمنى أنها توصل يعني المستويات أعلى من كذا. نتشرف بكم بإذن الله. طيب تصميم البراند سيزون، من اختار الاسم ومتى تم تأسيسه؟ أسس البراند الله يسلمك في 2017 مطلع 2018، واخترت الاسم أنا ومعي التيم، أخوي نايف وأيضا أعضاء الفريق اللي معنا. لأن تعرفين يعني سيزونز، تعرف كل سنة من في الفاشن يعني سيزون وعلى بعد سيزون، فهمت كيف؟ فعشان كذا متتالية. صحيح. فاخترنا الاسم هذا. كيف بدأت يعني نايف؟ أبيك تحكينا عن قصة البداية. هل أنت أصلاً تحب الفاشن بشكل عام؟ هل كان في تأثير من مثلاً أحد من أصحابك أو مجتمعك؟ كيف بدأت القصة؟ نحب دائماً نحن في سيدتي نسأل عن هذه البدايات الجميلة. البدايات هي شغف. صحيح. أنا ما أخفيك منذ الصغر. أي نعم. لأن صراحة أنا لي قصة يعني، ولو أني ما باطل عليكم، وأنا صغير كنت نحيف مرة، فكنت دائما أروح مع الوالدة للخياط وكذا، بحيث أني أشتري ملابس بس تجي واسعة علي بشكل كبير، فما ألقى مقاسي. فصرت يوم عن يوم يعني الخياط يقيف بعض الأشياء، يصغر إلى شوي شوي، قال لي طيب ليش ما تجيب أنت طيب الأقمشة؟ وأنا فمن هنا بدأ الموضوع، بدأت أجيب أقمشة وشوي شوي شوي شوي. صرت أنت تختار؟ أي نعم. حلو. والحمد لله أنا أجيد الرسم، فصرت أرسم له مثلا، وبدأت أشتغل من هالمنطلق، والحمد لله يعني أكبر داعم لي الوالدة والمحيط لنا فيه، يا رب لك الحمد يعني. الله يحفظها. جميل جميل جدا. طبعا نحن اليوم بنشوف الكثير من التصاميم ومصممي الأزياء في مجال الأزياء. إيش اللي بيميز هذا البراند يا نايف؟ إيش اللي بتتميزوا فيه عن غيركم من البراندات اللي في السوق؟ والله بالنسبة لسيزون تتكلمين عن كذا لاين، يعني سيزون الآن خلال الموسم هذا كوليكشن كامل ما شاء الله الحمد لله، يعني زي ما انت شايفة عندنا اللي هي اليونيك بيسز، وكذلك الكوليكشن اللي هو ايتش سيزون اللي هو تبع السمر تبع الوينتر، وهو يونيسكس يعني بشكل عام. يا رب لك الحمد انه ما تتكلم على انه براند يختصر على تيشرتات او هوديز او سويترز. لا، احنا نتكلم عن براند متكامل. نتكلم عن احنا الكونسبت حقنا اساسا الجاكيتس، يعني نتكلم عن لونج كوت، بافر جاكيت، دينم جاكيت، بايكر جاكيت، فهذا الكونسبت الاساسي تبعنا، وهذا اللي ميزنا صراحه. فلذلك عشان كذا يعني عدة يعني مشاهير ومذيعين وممثلين أيضا الحمد لله لبسوا من عندنا. حلو. إيه نعم. جاء دورنا إن شاء الله، إحنا راح كمان نلبس. يشرفنا. إحنا بنلبس من عندكم. أبرك الساعات. الله يطول عمرك. طيب خليني برجع لك نايف النفيسة إذا تسمح لي. بالنسبة للتسويق اليوم، يعني أنت شايف المنافسة ما شاء الله، كل يوم قاعدين نشوف براند سعودي، براندات سواء للبنات أو الشباب أو الاثنين يعني في نفس مجالكم، فكيف شايف التسويق اليوم والمنافسة الشرسة؟ والله السوق متاح للجميع صراحة. يعني القوة في الثبات، القوة كيف أن أنت تكون ثابت وسيزن يكون موجود. صحيح. يعني الآن إحنا موجودين في استضافتكم، وسيزون معانا موجود كذلك. صحيح. يعني سيزون هذا هو جزء مننا، جزء مننا مجزأ، يعني شخصية ولكن وهمية. أي نعم. هذا اللي حنعتبره بكل أمانة في سفرنا، في جلستنا. نعم. في كل يعني مكان نتخيل شخصية ثالثة معنا. شخصية سيزون وين؟ أي نعم. جميل. أي يعني هذا شيء يمكن يعني مختلف فينا، ولكن
أنا وأخوي نايف يعني صراحة قررنا أنه يكون سيزن معنا في كل لحظاتنا. مش لابس تخيل شكله تخيل بالضبط. عشان كده ما نتكلم عن الستايل والمواكبة يعني واضح أنكم تارجت فئة الشباب يعني الستايلات شبابية سمارت كاجوال وبعضها يونيسكس كمان. بالضبط أو الأغلب خلينا نقول يونيسكس. طيب الإلهام يعني أنت لما تجي تفكر في ستايل أو شيء يعني أنا لاحظ في بعضه داخل فيه السلاسل داخل فيه الفصوص داخل فيه ممكن أشياء يكون ناعم ممكن أشياء تكون خارج الصندوق يعني صحيح. مفاجئة يعني مين اللي يحب ذا ستايل يعني تفكر في إيش وقتها تفكر في حفلات تفكر في إيش طبعا تحت لكل الأضواء لكل لبس يعني لكل قطعة لها طريقة لبس ومكان يعني يلبس فيه يعني سواء مناسبة فهو التصميم إلهام بالأول والأخير فهمت كيف؟ ومتابعة أيضاً يعني تشوف الفاشن يعني مثلاً السنة هذه مثلاً اللون الفوشي إيه مزبوط. يعني هو من ألوان السنة ولكن هو الأبرز بالزبط. هو الأحمر الناري والأخضر الزمردي ولكن هذا كان محط الأنظار بحكمنا بالضبط إيه مختلف يعني. شيء ولكن إحنا الحمد لله يا رب لك الحمد يعني متمكنين يعني تكلمين على مستوى الفرو من أجود أنواع الفرو يعني في عندنا هذا الفرو من روسيا يعني هذا فرو حقيقي أم صناعي؟ لا هذا على فكرة هذا جلد ثعلب حقيقي فرو ثعلب حقيقي أي نعم إحنا مع حقوق الحيوان لا بس شوفي طالما هي تخدم الفاشن يعني كمان إحنا نحب حقوق الحيوان بس كمان نحب الفاشن طيب خلني بسألك نايف إذا تسمح لي يعني اليوم ما شاء الله قاعدين نشوف اهتمام عظيم من هيئة الأزياء بشكل عام حتى اهتمام يعني ستايل صراحة يعني ستايل السعوديين السعوديات اليوم ترى تغير ما عاد هو زي أول صار الستاندرد حقهم مختلف صاروا يبغون السيمبل بس فخم في نفس الوقت وأنا هذا اللي أشوفه الصراحة يعني اليوم في براندكم أثر هذا الشيء وأثر هذا التغيير وأثر هذه النقلة في عالم الأزياء وش يعني لك؟ يعني الكثير صراحة في البدايات كان في أمور يعني أو خطوات شوي كنت أعتبرها جريئة ولكن في الثلاث سنوات الأخيرة يا رب لك الحمد تغيرت أمور كثير صح. يعني أول قطع زي كذا ممكن تلقى قلة اللي يلبسوها مثلا هنا صح. لأن هي واضح القطع شتوية فبحكم أنه إحنا السنة 7 شهور يعني صيف فأغلب التوجه هذا كان تجينا طلبات من برا عرفتي يعني من أمريكا من أوروبا ولكن الحمد لله هنا برضو على مستوى الشعب تغير المنتاليتي عندهم في طريقة اللبس في اختيار الألوان صار في جرأة أكثر من أول يعني عشان كذا إحنا صرنا إيش ندخل في الألوان الجريئة شوي والحمد لله في طلب عالي جميل. أول كان محصورة على أبيض أسود رصاصي يعني السيف أي الآن لا صار السوق يطلب شكل فهذا واضح إنه تغيير والحمد لله جهود دولتنا يعني يا رب لك الحمد صحيح جهد جبار وما شاء الله جالسين نشوف تغيير رهيب 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 وهذا يساعدنا كثير مرة عشان كذا يعني معظم الشباب يعني من زملائي دخلوا يعني تشجعوا وسووا براندات أول يقول أنا نفسي أسوي بس أحس إنه فهمت كيف صح. إيه صح. عنده تردد الآن لا صار عنده جرأة بالفعل أعتقد إن اليوم شبابنا بيدور على الجرأة في اللبس في الستايل يكون مختلف يكون مميز يكون ملفت للأنظار بحيث إنه التصميم يكون مودرن حديث مختلف ما هو زي اللي موجود في السوق او البراندات اللي تستطيع الحصول عليها بسهوله في 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 الاسواق خلينا اسالك يا نايف عن اليوم اوتليت الرياض اللي كان فرصه جديده ومختلفه يعيشها السعوديين في السعوديه احنا متعودين على الاوتليت في الخارج كيف تشوف اهتمامنا بالشراء بالبراندات بالبحث عن كل ما هو جديد ومتميز صراحه نقطه الاوتليت عندنا في الرياض شيء جدا رائع معظم خلينا نقول الخليج بشكل عام كانوا لما يسافرون أوروبا ولا أمريكا يكون لهم زيارة إلى الأوتلت اليوم الحمد لله الأوتلت موجود عندنا في السعودية في الرياض وهذا شيء جدا يسعدنا أنا وأخوي نايف وأكيد كذلك المصممين واللي يحبون البراندات العالمية والتسويق بمعنى صح كيف تشوفون اهتمام طبعا هذا السؤال موجه لكم الاثنين لانه انت يمكن يهمك او انت متخصص في التصميم في تصميم هذه المنتجات وانت في التسويق اكيد تعرف قوه شرائيه عند مين اكثر فالسؤال موجه لكم الاثنين نايف ونايف من الاكثر اقبال
على الجرأة في الفاشن. يعني ما شاء الله نشوف الشباب الحين ما يعني ما هم قصرين، جريئين في لبسهم وذوقين، يعني ما هو بأي كلام. فمن اللي يطلب أكثر بالنسبة للتسويق؟ وأنتم تصاميمكم من اللي يعني تجتهدون أكثر أو تغيرون أكثر في التصاميم؟ تفضل نايف. التغيير طبعاً إحنا تعرفين الفاشن لابد أنك تمشي مع الموضة، فهمت كيف؟ وش الأشياء الترند؟ ومعظم يعني صراحة شريحة الأعمار اللي إحنا نستهدفها من 18 إلى يعني 29-30، فهذا الأكثر صراحة شراء. وفي شريحة أخرى طبعاً في بعض أشياء أنا ما جبتها صراحة هنا بحكم إنه شايفين يعني القطع كثير، فأي لهم ستايل مختلف تماماً، وإحنا الحمد لله شغالين عليه وجالسين. بس من أكثر البنات ولا الشباب؟ أنا هذا اللي بيوصل بالنسبة للسيزنز يعني الكفة ما شاء الله يعني متساوين تقريبا. وبالنسبة للطلبات أنا عندي إحساس كذا يقول إن البنات هم اللي عندهم مشاكل في الشوبينج، ما يشبعون من الشوبينج. ففعلا أنا هذا اللي بيسأل يعني صحيح. صح؟ صحيح فعلا يعني البنات نعم. هم أكثر شيء اللي يطلبون يمكن. صحيح بالضبط. وإحنا واجهنا يعني بعض الطلبات في موسم الدرعية اللي قبل سنتين كانوا يجون يشترون اللونج جاكيت، فكانوا بعدين يجون يعدلون، نبغى نعدل كذا، نبغى نسوي كذا، نبغى. أو أنتوا تعدلون تقبلون التعديل؟ إيه إحنا نأخذ الطلب، يعني وش الطلب مقاسه كذا عندك يخدمنا كثير، وهذا شيء صراحة اللي خلانا نسوي يعني كميات يعني أكثر من أول. يعني بالنسبة للجاكيت لأنه صاروا يلبسوا يعني يستخدمونه زي العباية. زي العباية. إيه. فعشان كذا سوينا الآن يعني جالسين نسوي تصاميم خاصة للنساء. حلو ممتاز. خلينا نسألك عن تصاميم الرجال، كونها يمكن بعض التصاميم تكون هي للجنسين يعني فما في فرق بينها للرجل أو المرأة بتمشي، هل واجهت انتقادات بخصوص هذا الموضوع كونك مصمم أزياء يعني وتفكر خارج الصندوق أو تفكر بطريقة تختلف عن مصممين الأزياء للرجل تحديدا؟ يعني أنا عندنا الرجل لازم شكل واحد، قميص بنطلون شكل رسمي أو كاجول وخلاص، لكن أنت لا منفتح جدا من ناحية التصاميم، يعني زي هذا الجاكيت اللي وراك اللي كله مثلا بالفصوص أو الستراس أو هذه الأشياء، البعض ممكن يقول لك لا كيف الرجال يلبسك. انتقادات يا رب لك الحمد فضل من رب العالمين، ما واجهت أي انتقاد. المحيط اللي أنا فيه داعمين لي بشكل قوي، وعلى رأسهم والدتي الله يطول بعمرها، وصراحة ما نقد ما واجهت ما يعني ما فيش انتقاد، يمكن بطريقة غير مباشرة، بس أنا عن نفسي ما واجهت صراحة، بالعكس أشوف يعني تحفيز أكثر. إيه في بعضهم ما هو نقد بس قالوا حلوة، بس أحس إنه يعني لازم مناسبة خاصة عشان ألبس القطعة الفلانية. فإيه فعلا أنا في بعض أشياء أنا أسويها يعني تجي الفكرة في بالي لابد إني أرسمها أو أصممها، إذا نسيتها خلاص بتروح الفكرة وما راح تنفذ. فعشان كذا أنا أسوي لو شيء جريء أسويه على طول، خلاص أخليه عندي. حلو. شيء يعني لي أنا صراحة. صح أكيد، وإحنا نتمنى لكم كل التوفيق، لأنه فعلا إحنا يعني أعتقد إحنا من المجتمعات ترى اللي صريفة ونصرف أكثر شيء على شيئين. صح. اللبس والأكل. مع إنه يعني العلاقة متناقضة، لكن هذا الصدق. طب خلنا برجع لك نايف النفيسة ونحكي عن خلنا نقول قوة الطلب. قوة الطلب قبل شوي حكينا مين البنات ولا شباب وعرفنا أنه البنات، لكن الأسعار تقييم المنتج لما أجي أنا مثلا صممت هذا الجاكيت، نايف صمم لنا هذا الجاكيت البينك، كيف تحط السعر على أي أساس؟ والله شوفي هو سيزن يعني يبدأ من أفريج مثلا خلينا نقول 200 إلى 2500-2800-3000 على حسب الأشياء اللي موجودة في القطعة. في القطعة. أي نعم. هذا اللي يقيمها. و يعني متراوح. وهل يفرق إذا مثلاً كانت القطعة مثلاً مسوي منها كمية زي ما تفضل نايف؟ أي نعم شوي طبعاً. أو إذا أكيد. كانت مثلاً ليميتد إديشن يمكن أكيد. أنا شفت في قطعة عندكم هذه موضوعها مختلف تماماً. هذه واللي هنا موضوعها مختلف هذه تماماً. هذه كاستمايز، إحنا نسوي أشياء كاستمايز الله يسلمك. والحمد لله يعني صراحة يعني إقبال عليها بشكل كبير. فعشان كذا انا جبت بعض يعني
واحدة من القطع عفوا. على فكرة ورقة كلام أخوي نايف في أشياء ما نقدر نستغني عنها. يعني فكرة مهما كان الطلب عليها مهما كانت القيمة. ما تستغني عنها يعني ما تبيعها؟ لا لا عرض. بس للعرض. للعرض بس. حلو. يعني أنا يمكن كنت دائماً أتساءل يعني لما نتفرج على أسبوع الموضة في باريس أو في نيويورك أو غيره كنا نشوف أزياء غريبة تطلع على المسرح إنه دائماً يقول مين يلبس زي كذا. بعدين اكتشفت إنه الفلسفة هذه هي فلسفة المصمم إنه أنا سويتها فقط لأني أستطيع أوري الناس إن أنا أستطيع إني أسوي زي كذا، مو شرط إني أبيعها ولكن أنا أقدر أسوي حاجة زي كذا، أدمج الخيال بالفن ليش لا يعني. وهذا شيء جميل. نعم. ذكرت إنه أنت كمان راح تكون هناك خط مخصص لتصميم السيدات لأزياء السيدات، هل إحنا بنتكلم عن فساتين سهرة أم ما زلنا في خانة الكاجوال؟ إن شاء الله راح تكون فساتين بحول الله، بس خطوة هي جريئة فعشان كذا لازم تحسب بشكل دقيق. يعني هل بدأت فيها فعليا؟ أنا والتيم بدينا بس يعني إلى الآن ما طلعنا للسوق، بس جالسين نحسبها لأن تعرفين بعض الأحيان الخطوات تنعكس عليك سلبا. فإحنا يا رب لك الحمد ماشيين بشكل كويس والآن مقبلين على موسم وحنكون مساهمين، فجالسين نحسب خطواتنا يعني ما نبغى يعني نتسرع في طبعًا. الخطوة لا سمح الله ويكون مردودها مو متوقع، فنقول إن شاء الله ودعواتكم. والسيدات ترى يعني أنا حدرك ترى البنات يعني ذوقهم صعب خصوصا البنت السعودية ترى الحين ما يعجبها العجب، فلازم تكون يعني شيء يعني على ذوقها. وانت إن شاء الله أنك قدها بحول الله نايف. البلان حقكم في المستقبل أو الأهداف في المستقبل إن شاء الله وين ناويين توصلون له، يعني البراند أو سيزنز بالأصح؟ طبعاً أي أحد بيقول إحنا أكيد العالمية وكذا، إحنا نقول إن شاء الله لنا تارجت نهاية كل سنة. حلو. إيه فإن شاء الله يعني كل نهاية سنة راح يعني نطور من أنفسنا بحيث إنه مثلاً أنت تكلم على مستوى المملكة نفكر برضو على مستوى مثلاً الخليج، يعني التارجت حقنا كل سنة كذا شوي شوي وإن شاء الله حنصل، بس ما نبغى نكون يعني شويه في الـ في الـ في, الـ في التصاريح يعني انه نصل لبعيد، ولكن ان شاء الله يعني بحول الله راح نتقدم بشكل ملحوظ وكبير وانا متاكد باذن الله. انتم الى الان عندكم فقط يعني متواجدين من خلال نقاط بيع اللي هي معارض تكون مع مشتركه مع مصممين اخرين، ليش الى الان ما عندكم معرضكم الخاص فيه، ولا هل انتم معتمدين فقط على الاونلاين ايضا؟ احنا زي ما تفضلتي عندنا عده نقاط بيع مو بس على مستوى الرياض، على مستوى المملكة يا رب لك الحمد، وإن شاء الله إن شاء الله بيكون لنا دور أساسي، ولكن نفتح ستور هذه برضو أقدر أقول لك إنه خطوة جريئة. اللوكيشن لابد يكون مناسب، وهذا كله تدخل فيه يعني صراحة عمل وعمل يعني مضاعف، فصعب إنه نقدر ولكن في الوقت الراهن صعب شوي، الفريق راح يتعب صراحة لأن عمل مختلف تماماً إنك تفتح ستور. بالضبط. إيه فقلنا خلينا على ما إحنا عليه، أمورنا يا رب لك الحمد كويسة، ما نبغى نهز المركب إلى ما نرسى في مكان كويس وبعدين عاد ننطلق انطلاقة. يعني أنا أتفق معك الأمانة، وبعدين الحين يا ريم ترى طايحين في الكونسبت ستور ترى صاير ترند في السعودية كلها وخارج السعودية، بس في السعودية بالذات يمكن حتى البراندات العالمية بالضبط وشوفت عينك يعني تشوفهم متواجدين وبقوة الليمتد إديشن واللي ما أعرف إيش، فبالعكس يعني أحس الكونسبت ستور فكرة جيدة الآن بالضبط. وإن شاء الله راح نشوف لكم البوتيك الخاصة فيكم إن شاء الله عما قريب. أرجع لكم موضوع السوشيال ميديا نايف النفيسة، أرجع أقول ما أنك ماسك التسويق في سيزنز، كيف خدمتكم السوشيال ميديا اليوم؟ وإيش الأشياء الأساسية اللي دائماً تركز عليها في موضوع التسويق لسيزنز ساعدتكم كثير في انتشار البراند؟ سيزنز غالباً ما يكون هو مو بشوفة نفس سيزنز، بس غالباً ما يكون فارض نفسه في كل مكان. يعني في المواسم، في الحفلات، في الـ 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 الكونسبت ستورز، الأشياء اللي خلينا نقول الناس اللي ما نجح في حق أحد، بس الناس اللي شغالة ماشي على الطريق السليم. نعم.
وكذلك يعني متواجدين في جميع السوشيال ميديا اللي هو التواصل نقاط التواصل الاجتماعي. وإيش أهم شيء يعني في السوشيال ميديا؟ هل هو يعني التفاعل أو مثلاً إنك تنزل بوست كل يوم أو أكثر من بوست، ولا طريقة التصوير، ولا المودلز، ولا شلون؟ والله صراحة النقطة هذه عند أخوي نايف هو أفهم فيها يعني مني، لأن أنا إداري بحت تماماً. حلو. أي فهو هذه خدمة العملاء الله يسلمك. في التواصل معهم، إنه يا رب لك الحمد مخصصين الناس بس إنه يعني يردون على الناس يعني في أسرع وقت، ليل صباح، فهذا شيء جالس الحمد لله يخلينا قريبين من العميل. من صح. أي نعم. فأوكي عندنا تسويق يا رب لك الحمد على جميع المنصات، وأيضا مع عدة مشاهير، ويا رب لك الحمد يعني ممثلين، بس خدمة العملاء هي اللي صراحة جالسين نشوف مردودها بشكل كبير علينا. طبعاً طبعاً صراحة. هذا أهم شيء. صح. ايه سوقنا وذا الحمد لله، ولكن صراحة هذا الشيء اللي أنا جالس أشوفه بعيني. صح. هذا الشيء ممكن يخليك تستمر تكون عميل لهذا البراند أو تبطل حتى لو كان المنتج ما في زيه. فيعني أكيد إحنا نتمنى لكم كل التوفيق. الله يجزاك. وإن شاء الله نشوف زي ما قلنا سيزنز يوصل للعالمية، ولكن بالتدريج زي ما ذكرت. أكيد. نايف النعيمي مصمم أزياء وصاحب براند سيزنز. شكرا لك ونايف النفيسة، شكرا لك وشكرا لتواجدكم اليوم، وكل التوفيق يا رب. الله يخليكم وشاكر لكم مرة ثانية على إتاحة هالفرصة الجميلة، وإن شاء الله راح نقدم أشياء تشرف البلد بحول الله بإذن الله. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل كيف ننسق القطع المميزة والجديدة في ديكورات منازلنا؟ ممكن يكون الموضوع سهل شوي لما نبدأ نفكر في تأثيث المنزل أو منزل جديد، لكن بمجرد الشروع في التصميم أحياناً نستوعب أنه الموضوع ما هو بهالسهولة. يمكن كثير تعجبنا قطع مميزة، ولكن لما نختارها وناخذها ونحطها في البيت وننسقها نكتشف أنها غير متناغمة أو غير متناسقة مع المكان أو الإضاءة أو حتى ألوان الجدران والتفاصيل هذه كلها. وطبعاً في هذه الحالة ممكن يصبح اللجوء إلى أحد المختصين شيء جداً ضروري. راح نحكي أكثر مع ضيفتنا في الأستوديو هديل العباد مصممة ديكور عن كيفية اختيار الديكور المناسب لمنازلنا. يا أهلا وسهلا فيك هديل. أهلا وسهلا فيك، سعيدة جداً باستضافتكم اليوم وإني معاكم. احنا اللي جدا سعيدين، وشكرا لك وشكرا لقبولك هذه الدعوه. أهل. هديل، خلينا نتكلم عن ابرز الاخطاء في بدايه الموضوع. يعني كلنا يمكن مرينا في هذه المرحله. صحيح. سواء نقلنا بيت جديد او شرينا بيت جديد. نبدا ناثث، نبدا نجيب الاشياء الاساسيه او نصبغ الجدران. ابرز الاخطاء اللي يمرون فيها الناس او يرتكبونها الناس لما يجون ياثثون بيوتهم، ايش هي؟ من أبرز الأخطاء اللي مرة شائعة وكثيرة أنه السجاد يجيبون قطعة مرة صغيرة، وهذا يعتبر خطأ جداً كبير. لازم السجاد يكون على مساحة الجلسة كاملة، يأخذ الجلسة كلها كاملة بحيث أن الجلسة تكون ملمومة ويحدد لي مكان الجلسة. هذا هو أبرز شيء، يجيب لك قطعة سجاد صغيرة، أو أنه يجيب قطعة سجاد مرة كبيرة تضيع لي وين الحدود الجلسة. هذا من أبرز الأخطاء. كمان الستاير ممكن إنه يحطها لي بنص الجدار، تدخلين تلقين ستارة بنص الجدار، مرة الشكل مشوه يصير. فحلو الستارة تكون من بداية السقف، حلو إنه يكون لها بيت، وكمان إنها حتى لو إن الشباك كان صغير حلو إنه يكون لها يكون الستارة أكبر من الشباك أكبر من الشباك، يعطينا اتساع وشراحة وجمالية للمكان أكبر. كمان من الأخطاء الشائعة اللوح، مثلا يكون عندي كنبة كبيرة واللوحة صغيرة والباقي الجدار يكون يعني مصمت وصامت، يعني يطلع الشكل مو حلو أبدا. فحلو أن اللوحة نختارها أول شيء بعناية وتكون ماشية جدا مع الكنبة والمكان، وتكون تقريبا ثلث الكنبة لمساحتها، يعني ما تصير صغيرة. وممكن أننا نخليها كذا قطعة كذا لوحة بس تصير متناسقة وماشية مع بعض.
تقريبا هذه هي الاخطاء يعني، وكمان ممكن تجيبين كنبه اكبر من المكان فيطلع اي، وترى كثير تصير مع انها يعني المفروض انها تكون واضحه، بس كثير يروح المحل يختار له اي قطعه يجيبها، طيب المساحات ما حسب حسابها صح. اي فجاه اختي احيانا نصير عجازين بعد ما فينا نمسك متر لا لازم هذا اهم شيء تسوينه اذا بتاثثين المكان، لازم تعرفين القياسات الصحيحه علشان تبدين ويكون المكان جدا متناسق وانيق وروحه حلوه. وهذا الشيء اللي يخليني اسالك، يعني اليوم مثلا في ناس يحطوا في بالهم اشياء معينه، انا مثلا ابغى الكنب الشكل الفلاني عجبني، او ابغى اللوحه الفلانيه عجبتني، هذه انا ابغى احطها باساسيه عندي. طب اول شيء اجيب الاغراض اللي انا اصلا عجبتني وبعدين احطها على الغرفه، ولا اول شيء اشوف الغرفه والالوانها والمساحه اللي عندي بناء عليها اقرر انا ايش الديكور اللي يمشي معها؟ مثلا. فإذا كانت صالة معيشة لازم أول شيء أشوف المقاسات تبع الغرفة، أشوف أنا إيش احتياجاتي بهذه الغرفة، يعني في غرفة المعيشة هل أحتاج طاولة طعام مثلا صغيرة ناكل عليها وتكون يعني خفيفة ولطيفة، أو ما أحتاج، هل راح أستقبل أحد في صالة المعيشة أو ما راح أستقبل أحد، هنا يفرق معاي في الاختيار. فقبل لا أجيب الصوفة لازم أخذ المقاسات طبعا، نرجع ونأكد أن المقاسات شيء جدا ضروري قبل لا نجيب القطع، وبعدها بناء عليها لما أختار الصوفة أبدأ في اختيار، طبعا حلو أنه يكون بدرجة البيجيات، درجة الرماديات، الدرجات اللي ما تملين منها مع الوقت، وحلو نغير بالكوشنز وهذه الأشياء، وبعدها نجيب القطعة الثانية اللي هي الديكورات، اللواح، الاكسسوارات يعني عموما، الإضاءة مهم جدا ان بالغرفة المعيشة ما نعتمد على بس السبوت لايت، حلو انه يكون في إضاءات على مستوى العين مثل الأباجورات، وحلو كمان انه يكون في إضاءات أرضية يعني يعطينا روح وانسجام جميل في المكان، ويعني مو معتمدين على إضاءة واحدة، فهذا ايضا شيء يعني مهم جدا. كمان الكوشنز بعدها نبدا نختارها، فلنا الحرية في الاختيار، أهم شيء إنه متناسب مع الصوفة تقريبا، هذا أهم شيء. يعني أنت حكيتي عن موضوع الألوان، طيب خلينا نمسك الحين موضوع الألوان إذا تسمحي لي هديل ونفصله شوي، يعني لو نتكلم عن غرفة النوم، إيش الألوان اللي أنت تشوفينها مناسبة وتحسينها يعني أريح وأفضل لغرفة النوم؟ لو نتكلم عن صالة المعيشة كمان، إيش هي الألوان المناسبة اللي تشوفينها من وجهة نظرك ألوان مناسبة وممكن أنا أفكر فيها؟ المطبخ، المدخل، يعني أعطينا فكرة كذا بشكل عام عن الألوان لكل منطقة في المنزل. شوفي بالغالب نحب المحايد، الألوان المحايدة، البيجيات، الرماديات، الألوان الفاتحة عموما، حتى لو بنحط سماوي أو كذا لازم يكون اللون فاتح، ليه؟ لأن العين تمل صح. اي فلو مثلا جبت ألوان غامقة ممكن مع تكرار الوقت وأنا موجودة بالمكان أمل منه على طول، فحلو نغير الألوان بالكوشنز هذه، يعني حلو أن نحط اللي إحنا نبغى أي لون، لأننا ممكن لو ملينا بعد فترة نغيرها بكل سهولة. كذلك غرفة النوم ممكن المفرش نختاره بألوان زاهية، ممكن نحط اللون اللي إحنا نبغاه، يعني لنا حرية بهذه الاختيارات. وفي أحد يقول لك لا والله أنا أحب أحط الغامق، ما عندي مشكلة ما راح أمل، فهي بالنهاية ترجع للعميل نفسه، ترجع لذوق الإنسان صح. في أحد ما عنده مشكلة مع الغامق ويحبه، وحتى ممكن نحط الجدار أسود وهو مبسوط وسعيد، يعني ما عنده أي مشكلة صحيح. إيه فهو بالعموم بالديكور يعتمد على ذوق الإنسان وكيف هو يحب وكيف هو يبغى، ما له قواعد يعني نمشي عليها بالمليمتر ما في. طب أنت كهديل كمصممة ديكور داخلية كيف تدمجي بين هذا الموضوع رأي العميل وأيضا لبستك الخاصة أنت، أو اللي هم يعطوك مطلق الحرية دائما؟ لا والله مو كلهم يعطوني مطلق الحرية، يعني تعرفين هو بيته وبيعيش فيه فلازم انه يكون له رأي بعد صح ولا لا، لازم يصير فيه لمسة من روحه موجودة بالمكان صح. جدا مهم هذا الشيء، فاحنا لازم من اول شيء من اول قبل لا نتفق يكون بيننا اجتماع، يعطيني هو ايش يحب، ايش يبغى، وش ستايل اللي هو يبيه، مودرن، كلاسيك، نيو كلاسيك. فبعدها بعد ما يختار
خلاص يعني، وانا عرفت الالوان اللي هو حبها وعرفت ستايل، الباقي على قولتك ان ابحر انا في الموضوع وانا اللي يصير علي الباقي اكمله. مصممة الديكور هدير العباد، شكرا لوجودك معنا اليوم. حبيبة قلبي، اهلا وسهلا. وسهلا بك. فاصل قصير ومكملين. خلونا نتعرف على قصة إصرار وتحدي جعلت شاب ينتج سيارة إلكترونية كاملة من منزله، بدأها وهو في عمر 17 عاما. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل مع زميلنا مبارك الكويبي. مشروعي هو سيارة كهربائية، بدأ معي قبل سنتين تقريبا كتحدي عائلي. كان جدتي خاصة تقول لي إنه مستحيل تصنع سيارة كهربائية بنفسك، واسمها كلاود على اسم الشركة اللي راح أكونها بإذن الله. أهم تحدي واجهني في المشروع اللي هو انعدام الخبرة. كان عندي مشكلة كبيرة إني ما أعرف ألحم، ما أعرف منين أشتري الحديد، ما أعرف حتى من فين أبدأ. لكن مع الوقت وأنا عمري 19 سنة، مع الوقت يعني بديت عمري 17 سنة، مع الوقت الحمد لله الحين أعرف كل المهارات اللي أحتاجها عشان أصنع سيارة. السيارة حالياً فيها محركين، فيها 6 بطاريات. المحركين هذولي قدرتهم مجتمعين 6 كيلوات، ما يقارب تقريباً 10 حصان. السيارة تمشي بسرعة 50 كيلومتر لأنها بدون جير، فالRPM حق 4500، فما تقدر تمشي أسرع من 50 كيلومتر بدون جير. والمسافة تمشي تقريبا لمدة ساعة، فتقدر تقول في الرينج بين 50 إلى 60 كيلومتر. هي كنموذج أساسا أول، هي مقتبسة من الفورمولا، فصراحة ماني ناوي أكمل عليها لأن هي من الأساس صناعات زي الشو يعني، مو بأكثر من أداء، عشان كذا ما ركزت على الأرقام. لكن اللي بعدها بإذن الله اللي كلاود الثانية هي اللي بيكون فيها الأرقام حلو. أنا الدعم اللي أحتاج مو دعم مادي فقط، لأن أنا عندي فكرة إنتاج خط سيارات كهربائية بإذن الله، إنتاج سعودي بالكامل. فأنا بحاجة من يمولني ومن يساعدني ومن يعني من اللي يعطيني القدرة، يعني مو ما أحتاج فقط تمويل مادي فقط. صراحة تقدر تقول 80% من الأشخاص كانوا داعمين للمشروع، حتى في العائلة والأشخاص الغريبين مني، وحتى في الحارة لما أطلع أجرب السيارة كل الناس دائما يكون فيهم تعبير إنه معجبين بالشيء أكثر من إنه انتقادات. القادم بإذن الله أنا شغال على السيارة القادمة اللي هي حيكون اسمها عبية. هذه السيارة القادمة هي اللي بتكون السيارة الكهربائية اللي بسوي منها خط إنتاج بإذن الله. العالم مضطر إنه يتوجه للكهرباء بسبب مشكلة احتباس الحراري اللي تولدها محركات البنزين، فالعالم مضطر يتوجه للكهرباء. لكن حتى لو ما كان في مشكلة في محركات البنزين، محركات الكهرباء تتفوق بأشياء كثير. يعني معظم الناس ما يدرون إنه أساساً السيارة الكهربائية تكلف تقريباً 8 ريال عشان تمشيك 500 كيلو كحد أدنى يعني. حتى معظم شركات السيارات الكهربائية تعطيك الكهرباء مجاناً لأنه ما يكلفهم شيء 8 ريال. وغير كذا أساساً أعطال السيارات الكهربائية جداً قليلة، جداً ما فيها شيء يتعطل يعني إلا المحرك والبطارية فقط. غير كذا يعني كسيارة هي أبسط بكثير من سيارات البنزين، هي المستقبل بإذن الله. حاب أشكر قناة روتانا الصراحة على الاستقبال الحلو هذا وعلى التصوير، وأتمنى بإذن الله أنه المشروع هذا يكون مشروع ناجح في المستقبل. والله انك كفو 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 كفو. هذا التحدي يعني نوجه تحيه لجدتك الله يحفظها يطول عمرها على ذا التحدي. زين ايه هذه التقارير الحلوه، هذه خلينا نقول المواهب الشابه، القدوه اللي فعلا الواحد يفتخر فيها. هو في بيته ما حد بيعطيه هديه ولا حد بيعطيه جائزه، هو بس قرر كذا، هو حاب هذا الشيء. يعني للامانه فخر فخر كبير، فنتمنى لك كل التوفيق يا رب، وان شاء الله نشوف سياراتك على مستوى المملكه في القريب العاجل. مشاهدينا وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشكركم على حسن المتابعة وأشكر كريم على هذه الحلقة المميزة، وأكيد دائما نقول لكم لمقترحاتكم ومشاركاتكم لا تنسون تتواصلون معنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، والظهر أمامكم على الشاشة. نشوفكم بكرة في نفس الموعد، في أمان الله.